وامتى لازم تقبرني؟ اذا الله راد على صلاه الصبح. بدي صلي الصبح وتهون. الله ييسر لك يا رب ويهون دربك. قل لي قد ايه باقي تبقى هني؟ اذا الله هون علي شهر زمان وراجع. شهر؟ ايه والله كثير. لك شو ساوي يا نور العين؟ بدي اجيب بضاعه، بدي استرزق، هيك الله راد. الله يرزقنا، الله يرزقنا يا رب. صعيب ما انسى يا نور العين. قل لي انا جبت لك كل ما طالبي، البرغل والعدس والكشكه والسمنه والرز والثوم، كل شيء طلبتيه صار موجود ببيت الموني. الله يخلي لي اياك ويديم جلابك يا حق. واذا بتعتازي شيء بغيابي بتروحي لعند اخوك فهد، باذن الله ما برد الخايب، وبس ارجع بخير وسلامه بتحاسب انا وياه. يخلي لي اياك انت واخي فهد، بعدين شو بدي اعتاز؟ ليكو بيت الموني مليان. ستي بعين الله، صعيب ما انسى. بدك شيء مصاري قبل ما اروح؟ لا لا هتقبرني، لا تعتلهم. لك اسلموا لي هالعيون. شبك عمل لك اسلموا لي هالعيون. خلي لعيونك تقبرني، اشرب شاي، اشرب حاجة تتغذى. لك ليش؟ مالي وحرفي انا، لك ان شاء الله بتشكلي قاسي يا رب. والله هالشهر بدي احسه 100 سنة انا. اي والله. والله وانا بالاكثر. بتعرفي لك صفاء، وقفتك جنبي ذكرتني بحنان امي الله يرحمها. انت طلعتي احم من اخواتي علي. الله يقدرني وكافيكي يا رب. يوب ليش هيك عم تحكي يا ابن عمي؟ بعدين نحن مع بعض على الحلو وعلى المرة. بإذن الله، بإذن الله، بس لأرجع بخير وسلامة لأكتب لك البيت باسمي. يو تقبرني؟ ما بدي شي منك بنوب. لك أنت والله نور العين بيستاهلك. إيه والله، لك أنت بنت أصل. الله يحيي البطن اللي أنجبك. يخلي لي إياك تقبرني. صفاء؟ إلي. إليك ولا للدين؟ خسد دين. هلا إذا الله أخذ أمانته تتجوزي بعد شي؟ بعيد الشر عنك ابن عمي، ليش هيك عم تحكي؟ الله يطول بعمرك يا رب. تعرفي إذا أنت متي؟ لا قدر الله. يمكن جن وامشي بالحارة. اي والله. لا تحكي هيك ابن عمي، لا تجيب سيرة الموت، لا تجيب سيرة الموت، غير لي السيرة. لك اسلموا لي هالعيون. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي انت، ترجع لي بالسلامة سالم غانم. شو رأيك نقوم ننام مشان في على صلاة الصبح وتهوى؟ يلا. يا رب. يلا. اخا شو بده عمل زواته وشو لازمه على هالطريق؟ حلو. وقبل ما يروح نادى لمرته سميرة ولا اسمعي شو بدي اقول لك. الله يرضى عليك يا نور العين. سكي هدول لشوفهم، سكي. يو شو هدول ابن عمي؟ هدول بتخليهم معي، لا سمح الله اذا صار علي شيء بتتصرفي فيه. يو طيب من تمك تقبرني، بعدين خيرك سابق. لك والله على عيني انت، على عيني. الله يخلي لي اياك، ان شاء الله بتروح وبترجع لي بالسلامه يا رب. ان شاء الله يا رب. امنت على اغراضك ابن عمي؟ لك لكم بنت عمي لا تاكلي هم، كلهم صاروا برا بالعربيه. ايه تيسر معناها على عاوزه شيء؟ سلامه قلبك. لك يسلم لي هالراس على راسي. الله يخلي لي اياك، الله معك. الله يخليك. الله معك تقبرني، دير بالك على حالك. يلا. الله ييسر لك يا رب. الله ييسر لك، الله معك، الله معك جوزك مسعود. افتحي. اهلين اخي نادر، اهلين. خير؟ بدك شيء؟ عاوز شيء؟ لا لانه مسعود مسافر. لك ايه بعرف انه مسافر، بس انا قلت بمرق لعندك لحتى اشوف ايش كان بدك شيء، لازمك شيء. اعتبريني محل مسعود، لا يكن لك فكره. لا لا اخي مو ناقصني شيء، بعدين مسعود جاب لي كل شيء قبل ما يسافر، يكتر خيرك اخي. يا ربي رجع لك يا بالسلامه. على كل حال انا اللي حمر لعندك اليوم ولح شوف اذا كان بدك شيء. ماشي؟ وهلا خاطرك. يكتر خيرك اخي، يكتر خيرك، الله معك. يو شو بده هاد يلي اسمه نادر جاي وعم يسال عن جوزي وهو بيعرف انه مسافر؟ ايه وقت كان جوزي هون ما كان يجي لعنده، شو القصه؟ اللهم اخزيك يا شيطان، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
أياميت أهلين وسهلين بخالتي أم أسعد، زارتنا البركة والله. بهالقامة وهالعين تقبريني، شلون صحتك؟ طمنيني عنك. الحمد لله بألف نعمة. وشلونه جوزك تقبريني؟ جوزي بألف نعمة، مسافر هلأ، راح بشغلي يجيب الطاقة ويرجع. إن شاء الله بالسلامة يا رب. الله يسلمك. خالتي إيش كان جوزك مسافر؟ أنتي شلون عم بتنامي بالبيت لحالك؟ خالتي النومي لحالي أهولي من مرت أخي هالشرنة القارحة، يخرب بيتها لا بطيء أو لا بطيئني. وإيش كان خالتي؟ أنتي حلوة بنخاف عليكي. لا تخافي خالتي لا تخافي، بعدين ما عم بطلع من هذا البيت وباب الزقاق عم سكروا منيح علي وما حدا بالحارة بيعرف إنه جوزي مسافر. خالتي لا تتضايقي مني، لو أنا هيك يعني تدخلت لا تواخذيني، بس أنا من خوفي عليكي، بتعرفي إنه أنا بحبك من جوات قلبي، انتي مثل بنتي يعني. وأعز خالتي وأعز، وبعرف خوفك علي ومقدرته، بس يا خالتي والله ما بطيقة لمرت أخي. الله يرحمها أمك، وصتني فيكي قبل ما تموت. ايه والله ايه والله الله يرحمها. شو بدنا نعملك خالتي، هي قسمة الدنيا. شربي قهوتك خالتي شربي. بتعرفي خالتي ما بدي اتأخر، مست الدنيا. يلا خالتي ولا يهمك، شربي قهوتك وتيسري. اسمعيني قبل ما اروح، امانه برقبتك بتعتازي شي دقي الباب علي، وايش كان بدك شي طبخه صعبت عليكي شي طبخه كمان قليلي امانه. ها لا تخافي خالتي علي بعجبك ان شاء الله ما تبلي، عين الله عليكي تقبري قلبي، هاي الكرسي تحميكي. رفيق ولا مسعود اللي اجيت عندك من شوي ما عرفتيني؟ خير اخي نادر شو بدك؟ لك لا لا ما في شيء، بس اجيت اطمن عليكي، افتحي الباب وخدي من ايدي. يو شو هدول يلي بدي اخذهم من ايدك اخي نادر؟ انا مو لازمني شيء، جوزي جاب لي كل شيء قبل ما يسافر. لك ما في شيء من قيمتك، هي شوي تهريسه بالفستق واللوز والسمن العربي، اشتهيت لك يا هون، افتحي وخدي من ايدي. يلا يلا راح افتح لك. يسلموا ايديك اخي، عزبت حالك. لك ايه شو عزبت حالك ما عزبت حالك؟ قلت لك انا هون بدال مسعود. مسعود وصاني فيكي، هلا بدك شيء ما اروح؟ لا لا ما بدي شيء اخي، كتر خيرك الله معك. طيب يلا حاضرك. لك شوية موالح ونعومة وبندق وفستق ولوز تسلي فيه عندي وسهرانة، افتحي. ايه لا لا ما بدي غير سلامتك اخي نادر، كتر خيرك مو ناقصني شي بنوم. افتحي افتحي تسلي فيه عندي وسهرانة وتدعي لي. اخي نادر والله
عم تخجلني؟ يعني سلم ايدك والله مو ناقصني شيء. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ خلص بقى. لك انت مرت الغالي، اعتبريني انا محله من هون حتى يرجع بالسلامه. لا يكن لك فكره. الله معك الله معك اخي. اهلين وسهلين للطرصانه. لك اهلين تقبري قلبي. اي والله اشتقت لك. وين هالغيبه؟ انا وين هالغيبه ولا انت؟ اي تقبشيني، انا ما عم بطلع من البيت بنوم. ما عم تطلعي قلتيلي، بس على عيني من بيت شقاع لبيت رقاع لبيت بيض الله افراحكم، فايده مع ام العروس وطالعه مع ام العريس، لا قدامك ولا وراكي. اي حبيبتي بدي استرزق انا. تسترزقي قلتيلي. ايه الله يرزقك. شو وين جوزك؟ جوزي مسافر. مسافر؟ امتى سافر؟ يخرب بيتك شو صار لك؟ مسافر بشغل رايح يجيب البضاعة ويرجع. وانت شلون هيك قاعدة هون لحالك؟ يخرب بيتك شو بتقري؟ اشربي قهوتك اشربي، وديري بالك حدا من الحارة يعرف انه جوزي مسافر. لا اعوذ بالله. ايوه بس والله مي حلوة، روحي لعند بيت اخوكي. لك انت شو دخلك؟ اه شو دخلك؟ اشربي قهوتك فرقيني بريحة طيبة. من صوتك. خير اخي نادر، شو بدك؟ بدك ما تواخذيني، بس قلت لحالي رح امره لعندك ايش كان بدك شيء. افتحي هالباب يرضى عليكي وخذي مني هالغرض. شو يلي بدي اخذه منك اخي نادر؟ ما قلت لك لا تعذب حالك؟ ايه والله مو ناقصني شيء، لا عاد تجيب شيء. ايه كلامك مزبوط، بس الشيء اللي جايبه انا ما عندك منه. والله يرضى عليكي، افتحي هالباب وخذي من ايدي. اشتهيت لك هالشقفة القماش مشان تفصليها على ذوقك، كتير حلوة، شوفيها. أخي نادر والله عم بتخجلني، الله يوفقك لا عاد تجيب شي، إذا بدك تجيب شي مرة تانية ما رح أفتح لك الباب. خلص خلص، مثل ما بدك، بس الله يوفقك، لا تحرميني من فتحة هالباب وسماع صوتك، خلص أنا ما عاد جيب شي بنوب، منيح هيك؟ لا لا أخي نادر، ما برضى، بعدين أنا شو بدي أقول له لمسعود؟ خدها الله يوفقك. لك ريت ألف مبروكة، تلبسيها بالهنا. الله يسلمك ويكتر خيرك، الله معك الله معك. عبال ما أشوفك لابستيها وأفرح فيك يا رب. إن شاء الله ما يكون هذا الغليظ يلي ما بيتسمى نادر. إيه العمى بقلبه العمى. مين؟ أنا نادر، جيت أطمن عليكي، إيش كان بدك شي يا عيوني؟ بدي سلامتك أخي نادر، ولا بقى تعذب حالك وتجيك اليوم. لك لا لا، ليش عم تحكي هالحكي؟ لا عم عذب حالي ولا شي، أصلاً أنا طريقي من هون، بالروحة وبالرجعان بمرق من جنب الباب. افتحي افتحي وشوف شو جايب لي. ايه لا ما بدي شي منك بنوب اخي نادر، يعني يلي جبته بزيادة. شو عم تحكي؟ والله اذا جبت لك الدنيا كلها قليلة عليكي، علي انا ما قلت لك انه انا رفيقه لمسعود، ولما بيغيب مسعود انا مكانه، شو بيلزمك؟ انا اجيب لك اياه،
لا يكن لك فكرة، بس هلا افتحي 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 وشوفي شو جايب لي. افتحي يا عيوني افتحي. هات لشوف اخي نادر شو هالاغراض الجايبون. يو شو هاد؟ بعتلك لك اخي لك شو هاد؟ ليش هيك عم تمسك لي ايدي اخي نادر؟ معقول انت؟ لك لا تعلي صوتي خلينا بسمعوك الجيران. لك هذا هديه لك يا روحي. خاتم؟ لعما بقلبه شو ابن حرام؟ شو هاد؟ لك شو هاد؟ والله ما بعرف شو بدي ساوي. يخرب بيته يخرب بيته من حاله. عجد انه نيته عطله وبالاخلاق. والله لا ارجع لك والله الا ما يزبط لي ببالي. ماشي لعما بقلبك شو حيوان؟ انا بفرجيك دبارك عندي. ما بده يجي مسعود؟ والله لخليه يمسح الارض فيك. والله انا بفرجيك. ليش عم تبكي يا نور العين؟ لاني خفت، خفت ابقى لحالي بهذا البيت تقبرني. لا، مو على اساس انت اخت رجال، من شو خايفه؟ صار شغلات كثير بغيابك ابن عمي. خير، شو صاير؟ فوت فوت لنحكي، فوت ابن عمي. فوتي يا حبيبه الروح فوتي. هيك لنا. اي والله يا ابن عمي اي والله، وامرار يعني دق علي الباب مرتين ثلاثه باليوم. حقيقه، عامل حاله رفيقي؟ لا والله، طلع خسيس. مو بس خسيس، وندل كمان. بس وحياة عيوني كل ما بعلك فيهم كذب لما استحلك فيه الأراضي. إيه ما بتقصر فيه. وقت كان يدق الباب ضايقك شي؟ حكى معك شي؟ لا بس جاب لي مرة نعومة، ومرة جاب لي فواكه، ومرة جاب لي خاتم ذهب وقطعة قماش. قال شو مشان فصله فستان. لك وأخذتيهم منه؟ ابن عمي فكرتك أنت يلي موصيه. لك يخرب بيتك، وقت رحت من هون أنا ما قلت لك إذا بتحتاج الشيء بتروح لأخوك عند أخوك كفار؟ تقبرني ليكن جوا ما مديت إيدي عليهم؟ بسيطة. هلا إذا إجا ودق الباب بدي منك تسايسيني وتعطيني حلو قد ما فيك. يو لك إيه وبتاخدي وبتعطي معه بالكلام، وإذا لقيتيك ما دق أكثر وقال لك افتحي الباب بدي فوت افتحي له الباب معلش. لك واترك الباقي علي، هدول الشواري ما بيكونوا على وشي إذا ما ربيتوا هالكلب هاد. انت اخت رجال ما بخاف عليك ابنه. تربايتك تقبرني تربايتك. الله يحيي اصلي. يو كنه هو. لا تنهزي ولا على بالي، حطي هالشال على راسي وخدي واعطي معه مثل ما قلت لي. صار ابن عمي صار. يا رب يكون هو يا رب. مين؟ انا نادر، جيت اطمن عليك ايش كان بدك شيء. اهلين نادر اهلين.
بدك؟ امبارح دقيت عليك الباب وما فتحتي، جيت اليوم لحتى اطمن عليكي. يعني هلا خايف اشوفك الجيران برا. هيك من الفكره، سنة افتحي افتحي. يو وبيكي حدا شافك اذا فتحت لك الباب؟ اذا ما فتحتي بزعل. ها طيب طيب راح افتح لك. لا تفهمني غلط. ما غلط. انا عم بخدمك بغيابك بس انا ما قصدي شيء. ومين طلب منك تخدمني؟ ولو في انت. مين طلب منك تخدمني ولا؟ لك انا لازم بغيابك انت انسان رجع على الكبر. انا ما قصدي. لك شو ما قصدي قصدي؟ والله مين قال لك تخدمني؟ انا قلت ايش كان بدك؟ لك اخرس. انا قلت ايش كان بدك شيء؟ انت واحد ندل ولا؟ انت رفيق. انت واحد ندل. لا انا قصدي. انت مقصر. والله بستح فيك غلط والله. ما تقول معك. انت شو هبتي انت؟ خليني اياك يا داش راسي، ايه والله ما قصرت فيك. والله ما اشتفى خليلي والله.